حاجه امبورطونت اللي الناس ما عطاوهاش قيمه، هو اني البحر اعطاني فرصه باش نحقق الشيء هذا. كيفاش البحر كل مرايه كل مرايه ما فما حتى موجه. جات مواتي الظروف، جات مواتي نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث، ربي عطى خير وجاب امواج قويه معايا دزني زاد. حتى الامواج عاونتك. وهذه الواقعه باش نقولها هذه ما يعرفوهاش جماعه الفينا، خاطر هذايا بحار كبرى اول مره توقع الكومبينيزون ما بين البحوره كالم والبحوره الهايجين، ويتفاهموا مع بعضهم كوم ان سيمفوني، يستقبلوني ويحلوا لي ثنيه ونوصل حتى راني نلوح، نقول لكم نلوح في 6-7 كيلومتر في الساعه. كرينتي قوي، الكرينتي هذا اللي هبط فيه كيف مدفع ما يعرفوهوش شنو هو الكرينتي هذا. هذا الكرينتي جاي من الجولف ستريم ويدخل معناها البحر الابيض المتوسط ويجي مضغوط في القناه الصقليه ويهبط قوي، اقوى 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 كرينتي، اقوى كرينتي حتى نتاع الموج. معناه يدزك يعاونك. يدزني راكب انا على حصان. راكب على حصان. اول مره ارتحت؟ والله ما ارتحت حتى القليبيه ما ارتحتش. معناه اي ما ارتحتش. معناه نحكيو على قداش؟ دي معايا الكرينتي ونعوم انا راقد، تو حاجه ما فهموهاش. راني نعوم وانا راقد. نعوم وانا راقد. وصلنا وقت فيقوني على خاطر حكايه الضباب وحكايه البابور تخلوا الماء. اذا كان نقعدوا احنا في البابور هكا معناها يقعد يغرق، والضباب اذا كان قعد في المكان هذاك يتضرب بفلوكه كبيره ولا باخره مشينا، فهمتني؟ هذا قواعد الاشتباك. اش قال؟ قال يلزم يدخلوا للبورت. يدخل البورت، دخلنا البورت، فما واحد ملاحظه الوزاره تعترف بالمهزله هذه وتشجع السلوكيات هذه وتفتح مجال اعلامي هام لتغريده الراي العام والمس بجديه وصعوبه التحديات بالحجم هذا. القائل اسامه الملولي البطل الاولمبي والعالمي اللي بكل تاكيد عنده كل المشروعيه باش يتحدث. لا ما عندوش مشروعيه كبطل اولمبي. لا 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 كبطل اولمبي في الاختصاص نتاعو. في الاختصاص نتاعو ما تبداش تعمل لي هكا كلمه وتقول هكا. اسمع انا لا 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 بصراحه تجاوزتني في شيء كبطل اولمبي وكذا. اي هو بطل اولمبي ماشي عطيته الميدال. لا بطل اولمبي هو بطل اولمبي لكن مش بطل بطل نتاع سباحه المياه القصوى. اي عنده الحق يعطي لا ما عندوش حق يتفضل يمشي الموج. لا وقتاش يتكلم؟ وقتاش يتكلم؟ وقت يمشي الموج ويورينا اش عنده. يورينا اش عنده. اما هكا تتسمى تجاوز وتسمى عدم ربايه وقله اداب، وانا كنت نحترمه وكنت ما نحبش نقول اش عملت له وكيفاش دفعت عليه، وكان كل ميداليه تجي فهمتني نبعث باش يهني وتونس ونمشي نهني بوه ودعيت له باش يجي نهار ياخو علي المشعل ويمشي لانجلترا ووجهت له الدعوه. انا شوف انا ما نحبش نطيح القدر، انا راجل كبير تفهم فيه ولا انا في الاحسن في الاحسن نقول له ورات لها بروحك خير وامشي امشي. اذا كانت تحب تعمل المسافات الطويله والواحده خلي الانجازات تتكلم عليك. ما تبداش النهار كله تفيش علينا بطل اولمبي بطل اولمبي. انا دو فوا اوم دو لاني اللي ما عندكش انت، وانا زاد كيف في الجينيس بوك اللي ما عندكش انت، وعمري لم فخت صدري، عمري ما نفخت صدري وعمري ما حقرت حد. انت حقرت الكبار والصغار وما تعرفش تتعامل مع الناس. عيب عيب عيب.